كيفكم كيف صحتكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. وانتم عم تحضروا فيديو جديد لليوم. فيديو جديد لليوم هو بقناة جنى، بس جنى بدها تغني للأستاذ الكبير الفنان الصاعد الباهر المتألق الدائم الرقم الصعب حسام جنيد. طبعا جنى اليوم بتغني حسام جنيد غنية كثير حلوة كثير مشهورة ضربة من فترة كثير قريبة للغنية بصوتها. طبعا انا ليش طالع زيادة عدد مو اكثر بس مشان يلا تفضل. أصدقائي تابعوا الفيديو للأخير لأني بآخر فيديو في سؤال لتطرحوا عليكم جميع التعليقات كرمال يطلع اسمكم وجوابكم بالحلقات الجاي، وبجوز اقتراح كتير كبير أنه نحط جوابكم على الحيط. هاتولي الكلب ده هون على مكتبي. عم بشبهك عم قسي قلبي كتير، متلك انا صاير ما عندي كبير، طب الاصل منك انا عم كون نسخة ظلم عم عادي كل كون، متلك صرت اجرح انا هالناس وتعودت عايش بلا احساس، متلك انا زعلت من الكل متعلمة منك اغدر وفل، متلك صرت اجرح انا هالناس وتعودت عايش بلا احساس، متلك انا زعلت من الكل متعلمة منك اغدر وفل، عم جسدك جربت اخذ مطرحك ما بحسدك، كل الدنيا عم تكرهك صعبي انا كمل مكانك بدي فل، عم احسبها ما في حرب بتضل، متلك صرت اجرح انا هالناس وتعودت عايش بلا احساس، متلك انا زعلت من الكل متعلمة منك اغدر وفل. أصدقائي هون بكون خلص الفيديو لليوم، بتمنى يكون عجبكم. أما سؤال الحلقة لليوم، شو ردة فعلك إذا كان رفيقك مستعين ما عندك سفادرين أو بوط جديد أنت شاريه ولابسه مرة واحدة وشفته لابسه على الشغل؟ اكتبوا لنا ردة فعلكم تحت بالكومنتات كرمال يطلع جوابكم وردة فعلكم معنا بالحلقات القادمة، ونختار سؤال واحد يطلع نحطه هون على هاي الخلفية. طبعاً بحبكم كثير، معكم أنا ميدو وجنى من قناة جنى. لا تنسوا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستا وتيك توك، بتلاقوا رابط لتحت الوصف، ولا حدا ينسى انه ينزل يشترك بقناتي اللي هي تحت، طبعا تحت الوصف عم ننزل عليها تحديات وشغلات كثير حلوه. بحبكم من كل قلبي، قولي له شو هو الشرط اللي بدك تبيع عليه. طبعا 500 لايك. يلا وكمان في شغله صغيره، اذا بوصل الفيديو ل 500 لايك بدي انزل لكم رده فعل ميدو لما شاف رفيقه لابس السبادرين ونحن عم نصور الفيديو وما كان منتبه من الاول، ورده فعله طلعت كلها على الكاميرا. طبعا هذا الشيء، هلا هذا السؤال اللي انا طرحته عليكم مستوحى مباشره من الحاله اللي انا فيها، اللي عملنا معي شخص كثير غالي على قلبي ما بدي اذكر اسمه لاني متحفز وعلى اسمه وحب يذكره ابدا. بحبكم كثير من كل قلبي وبقول لكم باي.